مرحبا بكم من السكول في آخر نشراتنا الرياضية، والبداية بالرابطة المحترفة الأولى. غدو تتلعب قمة من الجولة الخامسة لمرحلة التتويج، مرحلة البلاي أوف. القمة ذي تتلعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وسط حضور 7000 متفرج، 3000 تذكرة، و 4000 أبوني من شركة سي اس اس. بتبيع الجماهير الفريق الضيف مش مسموح لها بالحضور كما مباريات البطولة. سنين المباراة ذي كما قلنا تتلعب الأربعة متاع العشية، باش كما نقول على قناة الكاس 2. غيابات السي اس اس أمان الله الحبوبي بسبب إصابة محمد علي طرابلسي بسبب عقوبة الإنذار الثالث، عودة علي غرام ومحمد كانتي، وفي صفوف الترجي غياب محمد علي برمضان، معتز الزدام، حمد الهوني، شرارة وغيلان الشعلالي. وثم زاد يمكن غياب آخر ماهوش مؤكد حتى لتوا، مازال الإطار الفني مخذاش هو الإطار الطبي القرار النهائي في خصوص حضور ومشاركة محمد أمين بن حميدة في المباراة من عدمها. في المقابل كان ثم شوية شكوك في خصوص مشاركة معز بن شريفية، ومبدئيا معز باش يكون موجود غدوة، موجود في الكاش. الجولة الخامسة تختتم بمباراة اتحاد بن قردان والاتحاد المونستيري نهار الخميس بعد ما تم تأخيرها ب 24 ساعة. نهار الخميس الأربعة متاع العشية في ملعب 7 مارس في بن قردان. وفد لي اسمه وصل الجربة، ولكن وصل من غير المدرب الأول للفريق. لهنا نحكيه على المدرب السربي داركو نوفيتش اللي باش يجتمعهم على الهيئة المديرة لي اسمه في الساعات القادمة، يمكن لهون الغدوة ولا بعد غدوة يمكن يختاروا. كانوا بعد المباراة يتم الإعلان عن التلاق بالتراضي سيباغاسيون أميابل ما بين الزوز أطراف، بما أنه الفريق فشل في بلوغ الدور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية. وعماد بن يونس هو اللي باش يكون المدرب في مباراة اتحاد بن قردان، ويمكن زاده في المباريات الباقي المباريات حتى نهاية الموسم. أصدرت مجموعات النادي الإفريقي اليوم بلاغ مشترك. البلاغ هذا يجي بالتزامن مع أيامات قليلة، مش بالتزامن، أيامات قليلة قبل مباراة الديربي ضد الترجي الرياضي التونسي نهار الأحد 7 مايو. برشا مطالب تنجموا تشوفوهم في مقال كامل على موقعنا موزايكا فان بونيت. باش نلخصوا أهمها، المجموعات نتاع النادي الإفريقي قالت سنتحمل مسؤوليتنا كاملة في المحافظة على سلامة الجماهير في المنعرج الشمالي في الفيراج، وقالت أنها لم تنسى شهيد الملاعب عمر العبيدي. وتقدمت مجموعات النادي الإفريقي في بيانها المشترك هذه بجملة من المطالب وزارة الداخلية، من بينها ومن أهمها عدم تعطيل سير الدخلة والعرض داخل المدارج، عدم الاستفزاز الأمني، عدم فتح أبواب المنعرج الشمالي أثناء المباراة أو بين الشوطين، وإدخال فئة من الجماهير مجهولي الهوية. قالت هي كيما صار في ماتش الإتوال، وقالت عندهم كل الإثباتات في الموضوع هذا. كيف طالبت الجماهير باحترام طاقة استيعاب الفيراج والسماح فقط لأصحاب الاشتراكات بدخول المدارج هذه، نحكيه على المنعرج الشمالي، بالإضافة إلى إعلام الجماهير بإخلاء المنعرج الشمالي قبل أي تدخل أمني، واعتماد سياسة التدرج في التدخل الأمني وضبط النفس وفقا لما ورد في البلاغ. البلاغ كامل تلقاه على موقعنا موزايكا فام بونيت. نهار الخميس تجتمع لجنه الانضباط صلب الاتحاد الافريقي لكره القدم للنظر في زوج ملفات. ملفات هذوما هو ملف مباراه الترجي الرياضي التونسي وشيبه القبيل وما رافقها من احداث، والملف الثاني هو ملف ما صار زاد في مباراه الرجال البيضاوي المغربي والاهلي المصري. وحسب مصدر من الكاف اكد لموزايك، حسب مصدر من لجنه الانضباط مش من الكاف، من لجنه الانضباط في حد ذاته اكد لنا كونه حتى لليوم الصباح مازالوا ما طلعوش على التقارير الخاصه بالمباراه هذه. كي نقولوا تقارير نحكيوا على تقارير سير دو ماتش وتقرير الحكم. ومادام حكينا على مباريات الترجي في رابطة الأبطال الإفريقية، تم تحديد مواعيد النصف النهائي ضد الأهلي المصري اللي باش يكون نهار السبت 13 مايو 2023، بروبابلمون 8، مازال ما اعلنوش على التوقيت، ولكن باش يكون تقريبا 8 متاع الليل في انتظار التأكيد طبعا من الكاف. مباراة هذه تتلعب في رادس ان شاء الله، ومباراة العودة باش تكون نهار السبت بعدها باسبوع، بعدها بسبع ايام، نهار السبت 20 مايو في القاهرة. في كأس ليبيا المدرب طارق الجرية والوفد الطاقم الفني كامل اللي هو يرافق الطاقم الفني التونسي، وفيها زاد زوج لاعبية توانسة. الفريق أهلي طرابلس فاز اليوم بكأس ليبيا، المباراة هذه تلعبت في ملعب حمادي العقربي بيراتس وفات 3-0، وشهدت مشاركة الثنائي التونسي أيوب عياد اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي وهيثم العيوني. في الباسكيت في البروآت لعبت اليوم مباريات الجولة الرابعة من سوبر بلاي اوف الجيم فور، وأسفرت على ترشح الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الإفريقي إلى النهائي، وهكا طرفي نهائي في بطولة الموسم هذا باش يكونوا النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري. في مباريات اليوم النجم الرادسي انهزم 99-105 ضد النادي الإفريقي، وهكا الإفريقي وصل لنتيجة ثلاثة مباريات فوز مقابل فوز واحد النجم الرادسي، والاتحاد المونستيري فاز على النجم الرياضي الساحلي 79-67. كيف الاتحاد المونستيري يوصل لنتيجة 3-1. حمزة رفيع اللاعب الدولي التونسي تم تتويجه كأفضل لاعب لبيسكارا الموسم هذا، بالرغم كونه وصل كان في شهر جانفي، يعني ما بين جانفي وتوا
تم اختياره كأفضل لاعب في بيسكارا من طرف الصحفيين المحليين. غاديكا لعب 12 مباراة، عمل 7 أسيس، بالطبيعة كان لعب زادة مع اليوفي في المرحلة الأولى. اليوفي نحكيه على اليوفي نيكست جينيريشن، مش اليوفي الفريق الأول اللي لعب السيري سي. وفريق بيسكارا يلعب من أجل البراج بتاع الصعود إلى السيري بي. لا شهرية ولا تدريبات ولا مباريات، هذا هو العنوان الأبرز لعقوبة ميسي اللي تم تسليط عليه من طرف البي اس جي. علاش العقوبة هذه جات؟ العقوبة جات على خاطر ميسي كما كنا حكينا البارح في سبور اكسبريس كان سافر إلى العربية السعودية في نطاق كونه عنده كونترات سبونسورينغ، كونترات سبونسورينغ مع الديوان الملكي للسياحة في العربية السعودية من أجل الترويج للعربية السعودية، وهكا تمت معاقبته. كيفاش تمت معاقبته الساعه؟ لانه الملاعبيه نتاع البي اس جي عملوا بريسيون، عملوا ضغط على رئيس النادي ناصر الخليفي اللي بدوره ماهوش موجود في باريس، كان موجود في الولايات المتحده الامريكيه وخذا لي شوز ما كيما نقولوا احنا. وتمت معاقبه ليونيل ميسي. العقوبه شنو فيها؟ فيها 15 يوم منع من التدريبات ومنع من المباريات، ومش باش ياخذ فلوس. هذاك علاش ميسي زاد قرر كونه مش باش يعمل برولونغاسيون دو كونطرا نتاعو مع البي اس جي، وباش تكون بعد ما يرجع من العقوبه باش يغيب على المباريات ظهر لي اجاكسيو 3، ما بعد يبقاو 3 مباريات من وقتها يتم تقريب تكون اخر مباريات ليونيل ميسي مع البي اس جي. هل يعود للبرسا؟ هل يذهب للاماليس؟ ام هل يذهب للسعوديه؟ زي الكل نعرفوه مع نهايه الموسم. نختم النشرة بالنتائج في الدوريات الأوروبية. خلنا نبدأ الساعة بالبريمير ليج. نبدأ بالبريمير ليج، أرسنال فاز على تشيلسي 3-1 ثنائية لأوديغارد، والمباراة هذه فيها حدث هام لبيير إمريك أوباميونغ، أول مباراة ليه منذ 6 أشهر مع فريق تشيلسي. آخر مباراة لعبها كان البريمير نوفمبر. ثم في الليغا البارسا فازت على أوساسونا 1-0، الميريا فازت على إلتشي 2-1، وريال سوسيداد متقدم بعد 53 دقيقة. حقيقة اكتشفته في النتيجة أنا بعد 53 دقيقة متقدم على ريال مدريد بهدف لصفر. ريال الماتشوات الأخرين ما هيش هي الحكاية. وفي الديمي فينال كأس ألمانيا فريبور انهزم أمام لايبزيغ 5-1. وفي الدوري الفرنسي لانس فاز على تولوز هدف لصفر، الهدف رقم 18 لأوبندا. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فيم بوينيت.